كارثة لبنان هزت الرأي العام بعد اغتصاب طفل لبناني على إيد شاب سوري في نص الليل. ومع أول ساعات النهاردة لقت أسرة الطفل ابنهم الصغير واللي عمره 8 سنين مرمي قدام بيتهم وهدومه متقطعة وفي حالة إغماء شديدة، وأول ما شافوه اتخضوا وبدأت الستات تصوت علشان أهالي بلد الربحة كلهم يتلموا، وبعدها أخذ الولد على المستشفى. وهناك كانت الكارثة لما الدكتور قال لأسرة الطفل إن ابنهم اتعرض لاعتداء جنسي واغتصاب، وكانت كارثة بكل معنى الكلمة. وبدأوا يسألوا نفسهم مين الوحش اللي ممكن يعمل في ابنهم الصغير كده، لكن الولد كان مغمى عليه ومش هيقدر يجاوبهم. وهنا قررت أسرته إنها تبلغ أقرب اسم ليهم، وفعلاً قدموا بلاغ وبدأت الشرطة تحقق في الموضوع. وبعد ساعة واحدة بس فاق الطفل وقال إن اللي اغتصبه هو طفل من عيلة سورية ساكنين في نفس قريتهم، لكن المفاجأة إن الولد كان طفل فعلاً لأن عمره 10 سنين بس، والحكومة رفضت إنها تقبض عليه لأنه استحالة يعمل كده وهو في السن ده. وهنا حصلت كارثة كبيرة لأن الخبر اتسرب في لبنان كلها، وبدأت أسرة الشاب وكل أهالي القرية تتظهر قدام الاسم، لحد ما أجبرت قوات الشرطة إنها تقبض على الطفل. ومش بس كده، دي أحالة أوراقه للمحكمة المختصة، وده علشان تحقق وتحكم في الواقعة. وهنا رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بدأوا في حالة من الغليان بعدها، وقالوا إن الحكومة هي السبب في كل اللي بيحصل ده، لأن دي مش الحالة الأولى اللي تحصل في نفس القرية. فقبل شهر تحديداً كان في واقعة زي دي، وده لما اعتدى شاب سوري عمره 12 سنة على طفل لبناني عمره 7 سنين، لكن اعتبروها حالة فردية. ولما اتكررت تاني الناس ما سكتتش وقرروا يتظاهروا قدام الاسم التابع للقرية، وده علشان يرحلوا اللاجئين السوريين من لبنان كلها. ومن المتوقع أن الساعات اللي جاية هنشهد قتال بين السوريين واللبنانيين في البلد، علشان كده استعدت الشرطة اللبنانية ونشرت قواتها في البلد. في الاتجاه التاني كان الخبر انتشر في لبنان زي البرد، وعلى طول كشفت التقارير ان دي حالة الاغتصاب رقم 700 للأطفال وفي سنة واحدة بس. وبدأت الناس تسأل ايه السبب الحقيقي ورا كل اللي بيحصل في لبنان، علشان يكون في إجابة واحدة بس وهي الفقر، لان تكاليف الزواج في لبنان مرتفعة جدا جدا لدرجة ان في شباب هجرت من لبنان علشان تتجوز بس، ده غير نسبة العنوسة اللي زادت بين الفتيات لدرجة انهم قرروا يطلعوا في مظاهرات ضد العنوسة، وده علشان يخلوا الشباب يتجوزوهم، ده لدرجة انهم رفعوا شعار اتجوزني من غير مهر ولا شبكة. والمظاهرات كانت من سنة واحدة بس، وللأسف فضل الوضع زي ما هو، ودلوقتي بدأت تظهر حوادث الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وكل ده بسبب الأوضاع الاقتصادية. وهنا يفضل معانا سؤال مهم جدا، يا ترى انتم شايفين حالات الاغتصاب على الأطفال مبررة علشان الأزمة الاقتصادية؟ وهل مع اللبنانيين الحق انهم يطالبوا بترحيل السوريين؟ ده سؤال ليكم تجاوبوا عليه في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واستنونا في حلقات جاية كتير من عين مصر.